وللحديث عن عودة الاعتقالات في نينوى وتأخر رفع المخلفات الحربية وإعمار المدينة ينضم إلينا عبر الهاتف فائز الشاووش الناشط السياسي. سيد فائز، مرحبا بكم. يعني بداية، كيف تقرأ عودة الاعتقالات بهذا الشكل في الموصل وما الهدف من كل ذلك؟ تحية لكم وإلى مشاهديكم الكرام. ما يجري في الموصل طبعا غير معزول عن المناطق الأخرى في المحافظات الغربية وفي سوريا ولبنان. ما يجري في الموصل من حملة اعتقالات هو يبدو بأنه ليس بإرادة، يعني ليس بإمكان الحكومة أن تسيطر على الوضع في الموصل، بل إنما المقصود في مدينة الموصل أي في نينوى هو عدم استقرار هذه المدينة، ويبدو بأنها بأوامر إيرانية. وما يؤكد ذلك حملات الاعتقالات والفتن الطائفية والفتن العشائرية التي توزيها الحكومة وأجهزة إيران في هذه المحافظة. بالإضافة إلى أن الموصل هي مدينة، يعني الباب إلى سوريا، وبالتالي يبدو بأن إيران تريد من خلال تركيع أهالي مدينة الموصل وإضعاف قدراتهم وعدم رجوعهم للمناطقهم من خلال تعويض أو حملة الاعتقالات، المراد من قبل إيران على هذه المحافظة هي تركيع أهلها لتكون طريق ممر وسهل إلى سوريا لتغذية المشروع الإيراني في سوريا عبورا من سوريا إلى لبنان. طيب سيد فائز، الموصل كما تعرفون يعني خرجت حديثا من عمليات عسكرية وقد يعني نالها ما نالها من أذى. عودة الاعتقالات ألا تسهم في تأجيج الرأي العام وخاصة أهالي المدينة؟ بكل تأكيد تؤجج، لكن الرأي العام شنو؟ الرأي العام يجب أن تقف مع المنظمات الدولية والمجتمع الدولي، والمجتمع الدولي يبدو غير جاد. أما المنظمات الدولية تقدم تقاريرها إلى الأمم المتحدة باعتبارها المنظمة الكبرى في العالم، ويبدو بأن الأمم المتحدة غير جادة أو غير متمكنة لإقناع الأمريكان وغيرهم وحلفاء الأمريكان الذين هم احتلوا العراق، وهم يجب أن يكونون مسؤولين عن العراق وعن نينوى قانونيا وأخلاقيا لأن باعتبارهم الدولة المحتلة. سيد فائز، بالتوازي مع ذلك، يعني الحكومة تؤخر رفع المخلفات الحربية من مدينة الموصل، ولكن في نفس الوقت هي تدعو إلى عودة الأهالي النازحين لمناطقهم. كيف تقرأ هذا التناقض سيد فائز؟ يعني هو من جانب الحكومة وميليشياتها تعمل على تغيير ديمغرافي من خلال ترحيل أبناء المدينة من جانب إلى آخر، من منطقة إلى أخرى، ومن خلال تغذية الفتن العشائرية، ومن خلال زرع الطائفية في هذه المحافظة. وهذا مشروع معد له أكبر من الحكومة، أما الحكومة هي فقط أداة لتسهيل مهمة مشاريع إيران في هذه المحافظة وفي المنطقة. تعتقد أن الحكومة يعني جادة فعلا بوعودها بالبدء في إعادة إعمار مدينة الموصل؟ غير جادة، لأنه هذه الأعمال سبق وأن حصلت في العراق في 2004 و2005 و2006 ولم تعمل الحكومة لأبناء هذه المحافظات أي شيء، وبالتالي هذه الحكومة غير جادة بتحقيق الأمن والاستقرار. ولو كانت جادة لماذا تقوم بحملة الاعتقالات العشوائية والتي عن طريق قد تكون عن طريق مخبر كيدي سري ضمير ما عنده؟ وبالتالي إذا أرادت الحكومة وإن كانت جادة على الاستقرار في المنطقة في هذه المحافظة عليها بالتعويض السريع وعليها بإنهاء عملية تغذية الفتن العشائرية وعليها بعدم التغيير الديمغرافي، بإيقاف التغيير الديمغرافي، وبالتالي سيقول العالم أو سنقول إن هذه الحكومة هي جادة بإرجاع أهالي هذه المحافظة واستقرارها وأمنها. فائز الشاووش الناشط السياسي، شكرا جزيلا لكم.